عشان تشتري من بي سو جديد. اليوم سنتكلم عن ما سيحدث في عرض الروا. عرض الروا سيفتتح بفقرة ما بين بيك اي وربما مصارع سيث رولينز، لان بيك اي يحتاج الى مصارع شرير ينافسه في الفترة القادمة بغياب درو ماكنتاير الذي ذهب الى عرض سماك داون لينافس رومان رينز على اللقب هناك. لذلك سنرى بيك اي ضد عدة خصوم، ربما سيث رولينز، ربما بوبي لاشلي، ربما فين بالور ايضا. لا احد يمكن ان يتوقع ما سيحدث، لان فينس ماكمان لديه خطط متغيره في اخر دقائق من العرض. وسنرى ايضا تحدي عده مصارعات لبيكي لينش على لقب النساء، خصوصا بيانكا بالير التي كانت تلعب مع في عرض الكراون جول وفي عرض سامر سلام والإكستريم روز وعدة عروض. سنرى أيضا بيكلينش ستدافع بقوة عن اللقب في فقرة قوية، وكلنا نعلم أن بيكلينش ستنافس شارلوت فلير على اللقب في على الألقاب في عرض سيرفايفر سيريز، وكل هذا مجرد سيناريو. وسنرى أيضا عدة مباريات في العرض مثل على لقب 24/7 ما بين مصارعين الميش كارد، مصارعين يمكن أن نقول العاديين ليس المصارعين السوبر ستارز. وسنرى أيضا مباراة تاكتين ما بين راندي أورتون وذا برو مات ريدل ضد كل من أوماس وإيجي ستايلز وعدة مباريات أخرى ستكون موجودة في العرض. أنا أضمن لكم مشاهدة جيدة للعرض، وأتمنى أن ألقاكم في فيديو جديد بصحة جيدة. وداعا.